فرخة تاريخ غدا وصي غدا وصي كل أولئك الذين يحاولون ضرب نادي بالعيون نقول أن أحمد سعدان خط أحمر ولكن ولا يمكن تجاوزه إن حياة أحمد سعدان خط أحمر لا يمكن تجاوزه وإذا كان شعار أحمد سعدان الرأس بالرأس والسن بالسن فإننا نقول وإننا من هنا إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لنؤكد أن حياة الرفيق القائد الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات لن تكون إلا خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه وإننا سوف نرد بالفعل ولهم في ديب عبرة يا أولي الصهاينة. اهلا بالشباب يا هلا اهلين شطف يعطيك العافيه يعطيك العافيه قبل ما أبو رايم أهلا وسهلا بلعيد الشباب فليتفضل القائد بدوره لإلقاء كلمة تضامنية مع إخوانه من غزة مسجدون الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم باسم فلسطين باسم القدس باسم الشهداء باسم الأسرى باسم كل الشكل تقدم جمعية الكشافة والمشاهدة الفلسطينية ممثلة في قادة للدراسة التمهيدية للشهر الخشبية بشعار الحرية الأسرى نشارككم اليوم بكل معنى وبكل الشعور لكي نكون متضامنين وممثلين
شبابنا الكشفي صارم هذه الحركة الشبابية شاركت من قبل وضحت من شبابها وقادتها من أجل فلسطين. وأطلب كلمة لأخي قائد الفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد. أما بعد، إخواني المتضامنين مع أسرانا، أسرى فلسطين، أسرى الحرية، هؤلاء القابضين على جمر محنتهم الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال في النقب ونفحة والمجدل، وهذه السجون المتمددة المتلاصقة في هذا الوطن. إنهم أسرانا، إنهم رمز حريتنا، إنهم رمز عزتنا، يشرفنا، ولأنه لواجب علينا وعلى جميع أبناء هذا الشعب الوقوف وقفة عز مع هؤلاء الأسرى. فإننا في جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية باسم مفوضياتها في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وكل مناطق الشتات الفلسطيني حيث تمتد هذه الكشافة على عمق الوطن العربي. إنها الكشافة الفلسطينية التي تأسست 1912، من هذا العام سنة 1912 انطلقت الكشافة الفلسطينية ليكون لها تاريخ، فقد شاركت أبناء شعبها في جميع المراحل النضالية من ثورة القسام إلى انتفاضة الأقصى. قدمت العديد من ظاهرات شبابها وقادتها. فاليوم بينكم إخواني الأسرى، نؤكد باسم جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للكشاف الفلسطيني، هذه الحركة الكشفية غير سياسية غير حزبية، هي للجميع، هي حركة تربوية تطوعية نهدف بها إلى تربية النشء، تربية صالحة وطنية ليكون مواطن صالح يخدم أبناء شعبه ويخدم وطنه. وأنه لواجب علينا في هذا المقام المشرف من على هذا المنبر، منبر العز لكم ولنا جميعا، أن نتوجه لأسرانا بكل حرية في جميع المنابر، المنابر الدولية والمنابر الوطنية، مطالبين ونحن رافعين الرأس لأسرانا كل الاحترام وكل التقدير. ننحني لكم إجلالا أيها الأسرى، فلكم منا كل التحية والإجلال والتقدير، وشكرا عن إخوانكم جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية. روح البركة حدت للنفس. بركة بركة بارك الله فيك، لا أشيرك أفضل الشرام الشرام. جزاك 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 الله خيرا، ولك 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 إن شاء الله الجنة. سبحانه وتعالى.